اهلا بحضراتكم من جديد. عايز برضو اقول لحضراتكم يعني نتيجه الجهد الكبير اللي داخل قطاع الناشئين السنه دي بيتم برضو بعض النتائج المهمه جدا. لما نروح لدوري 2007 كان في نتيجه مهمه جدا، فوز الاهلي على المقاولين بنتيجه 4-3. كانت المباراه مقامه في المقاولين عرب، لكن يعني احداث المباراه ذات نفسها كانت احداث مهمه جدا. تاخر النادي الاهلي في بدايه المباراه 2-0، بعد كده النادي الاهلي بيرجع بهدف، بعد كده المقاولين نتيجه 3-1، ويرجع النادي الاهلي من نتيجه 3-1 يفوز 4-3. لما نشوف تغير النتيجه ده تبين النهارده عندنا لعيبه بتملك شخصيه النادي الاهلي، لعيبه بتملك شخصيه البطل، لعيب يتم اعداده عشان الفريق الاول. لما تبقى خسران 3-1 في نتيجه مباراه امام نادي المقاولين العرب في ملعب المقاولين العرب، والمقاولين العرب من قطاعات الناشئين القويه، وترجع بنتيجه 4-3، فده شيء يحسب للجهاز الفني. الجهاز الفني بقياده كابتن اسامه زكي، مدرب عام كابتن سعيد صبحي، مدرب حراس المرمى كابتن محمود عبد الله، صابر سناده اداري الفريق، عدنان سمير معد بدني، والدكتور ناجح تاهيل، وايضا دكتور الفريق الدكتور حسن طبيب الفريق. بنشيد ب 2007، بنتمنى لهم كل التوفيق. ايضا كمان فريق 2005 اللي فاز على المقاولين العرب خارج الديار بنتيجه 1-0 عن طريق اللاعب طارق فوزي. دي كانت نتائج مهمة ونتائج جيدة ل 2007 و 2005. أيضا عايزين نشوف مع حضراتكم تاني مباراة 2001 اللي فاز فيها نادي الأهلي 2-0 على الإسماعيلي في ملاعب الناشئين مدينة نصر، لأحرز الأهداف محمد فخري وزياد طارق. نشوف الأهداف مع بعض مرة تانية. طيب لما يحضروا الأهداف، دي كانت أهداف برضو المباراة نقلناها هنا على قناة الأهلي، وكان معايا اتنين من المحللين الكبار الكابتن محمد حشيش والدكتور أحمد ثابت، وكان في تحليل فني، وأيضا كانت مباراة مهمة جدا. طيب لما يحضروا أهداف 2001 نروح نشوف أهداف مباراة الأهلي والإسماعيلي 2006 اللي انتهت بفوز الأهلي 3-2 على نادي الإسماعيلي.